أهلا بيكم. النهاردة يوم مهم جدا وموضوع مهم، موضوع الفحص الوراثي للأجنة موضوع شيق علميا جدا. وأي اتنين كابلز عندهم تأخر إنجاب وحصلهم فشل في الحقل المهياني أكتر من مرة، الكلمة دي هتيجي النهاردة كتير، وتقال لهم إحنا لازم نعمل فحص وراثي للأجنة لأنه قد يكون هناك مشكلة ما في الجنين غير واضحة. غير واضحه يعني ايه؟ هو احنا اكتر من ميكروسكوبات مكبره الجنين وشايفين الانقسام والجنين وصل لليوم الخامس وبعدين تم زرعه ولم يستكمل الحمل، يستحق الامر ان احنا ندخل على مستوى اكبر من مستوى الميكروسكوب ونفحص ميكروسكوب اكبر بقى ونفحص الجنين ده وراثيا نشوف جيناته عامله ازاي. الفحص الوراثي للأجنة موضوع الحقيقه نقدر نقول عليه انه من القرن القادم، انه كمان بيتطور تطور كبير جدا على مستوى مش بس قوه الجنين في الثبات واستمراريه الحمل، على مستوى كمان هل هناك امراض مستخبيه في هذا الجنين ولا لا. الموضوع شيق جدا واكيد هيكون علمي ومنظم بطريقه رائعه مع ضيفه من طراز رفيع، اسم قدير في عالم الحقل المجهري، ودايما اسلوبها بيتميز بالدقه والحرفيه في التوصيف والترتيب المتقن جدا في السرد والتفصيل. ضيفتي العزيزه القيمه العلميه المتميزه دكتوره هبه ناصف، استشاري النساء والتوليد وتاخر الانجاب والحقل المجهري، استشاري الحقل المجهري وعلاج تاخر الانجاب من جامعه برمنغهام، عضو الجمعيه الامريكيه للتكاثر البشري وعلم الاجنه الاسم القدير. اهلا بيك دكتوره. اهلا بيك دكتور. الحقيقه انا عايز ابدا بالاول بمعنى فحص الوراثي للاجنه. فحص وراثي الأجنة باختصار إن أنا برضو عيانة بعمل لهم حقن مجهري وجيت في اليوم الخامس قبل مزرع الجنين ده، يعني أنا خلاص جيت اليوم الخامس الجنين بيتكون من 8 خلايا والمفروض إن أنا خلاص هزرعه، باخد خلية من كل جنين أو بلاستوميرة واحدة من كل جنين وبعدها تتحلل وراثة في معمل الوراثة. ايه الغرض بقى من تحليل الوراثه ده، او انا هدور على ايه بالظبط في تحليل الوراثه ده؟ هو ده اللي بنتكلم عليه. يعني احنا دلوقتي بنقول بصراحه يعني حصلت طفره هايله جدا في وتطور طبي هايل جدا في موضوع الحقن المجهري ده. من اهمه طبعا هو التحليل الوراثي للجنين، مش مجرد بس ان انا باخد الخليه دي وبشوف الكروموزومات بتاعتها او بشوف مثلا هل هي اكس اكس ولا اكس واي ولا بحدد النوع بتاعها بالظبط هي ولد ولا بنت او كده، لا ده انا ممكن كمان ان انا عن طريق العمليه دي لو في مثلا مرض انا بدور عليه ممكن اشوف الاجنه اللي هي حامله للمرض وما زرعهاش طبعا واشوف الاجنه السليمه وازرعها. يعني ايه؟ يعني مثلا احنا بنقول ان في انواع كتيره قوي لتحليل الوراثي للاجنه. اول نوع في حاجه اسمها سكريننج او يعني فحص كشامل سكرين للاجنه بتاعتهم، عايزه اشوف بس مجرد الاجنه بتاعتهم فيها مشكله ولا ما فيهاش. طب ما انا دلوقتي الزوجين اصلا كويسين ما فيهمش مشكله، انا هدور ليه على مشكله في الاجنه؟ هما ما اشتكوش قبل كده من حاجه، بس مثلا كان في مرض وراثي قبل كده وده أول جنين ليهم، فبعمل حاجة اسمها سكريننج بحيث أن أنا أطمن مبدئيا بس على الكروموسومات بتاعت الجنين ده أو جينات بتاعت الجنين. وطبعا بزرع الأجنة اللي هي 46 XX أو 46 XY على حسب هم عايزين، المهم تكون الكروموسومات بتاعتهم سليمة. طيب في حالة تانية ممكن حاجة اسمها BGT-A او اللي هي يعني برضو ايه حاجه اسمها بري امبلانتيشن جينيتك تيستينج فور انوبلويدي، اللي هي الاجنه اللي عندها مشكله في عدد الكروموزومات بتاعتها، يعني مثلا يا اما بزياده يا اما بالنقص، جنين مثلا عنده 45 كروموزوم بس او جنين عنده 47 كروموزوم. طيب العيانه دي مثلا او الزوجين دول بيبقى عندهم هيستوري، دول بقى اللي بيبقى عندهم هيستوري غالبا او بيبقى عندهم تاريخ مرضي، يعني غالبا بتبقى المشكله بتاعتهم في تكرار فشل عمليه الحقن المجهري، او تنجح العمليه وهرمون الحمل يعلى وكل حاجه بس ينزل بدري، او الاقي مثلا يعني بعد 15 يوم من زرع الاجنه هو حصل حمل بس الاقي بعد كده هرمون الحمل بينزل وما بيظهرش جنين، او ظهر كيس حمل فاضي بس ما ظهرش جنين جواه، ده اللي بنسميه بقى حاله اسمها
بلايتد اوفم او في مشكله في عدد الكروموزومات بتاعه الجنين ده. دي بصراحه بتفيدني قوي، يعني انا في نظري انا ان دي احسن تقنيه احنا استفدنا منها. اولا التشخيص بتاعها سهل، يعني مش هيكلف العيان قوي، مجرد بس ان انا بشوف عدد الكروموزومات في كل جنين وخلاص. ثانيا انا كده بزرع لها جنين ايوبلويد او جنين سليم، فبزود معاها نسبه النجاح، وخصوصا ده بيحصل في حالتين. اول حاله، الحاله اللي هي حصل معاها تكرار في فشل العمليه حتى لو سنها صغير، الحالة الثانية الستات اللي سنهم فوق الأربعين سنة وبيعمل حقن مجهري بالظبط، وجاية تعمل حقن مجهري لأول مرة، أو حصل قبل كده مثلا وفشلت، ما بقاش عارفة بقى إذا كان هي أصلا فشلت، لكن ولا كون بقى كيس ولا كيس فاضي ولا كلام من ده. فدي الحالات اللي بتفيدني قوي موضوع البي جي تي اي دوت فيها. الحالة الثالثة برضو ودي المهمة قوي، اللي هي بقى بنسميها بي جي تي ام، اللي هي بري امبلانتيشن جينيتك تيستينج، او فحص وراثي الأجنة فور اللي هي بنسميها بقى السنجل جين المونوزومي، او اللي هو سنجل جين. ده بقى اللي بنسميه دلوقتي اللي هو خلاص انا يعني محدده ايه المشكله اللي عندهم. كان عندهم قبل كده مثلا بنت عندها مرض وراثي مثلا، زي في لسه اخر حاله عاملاها كان عندهم اكسكيوسيف فالجاريز، يعني عندها مرض وراثي في الجلد، في يعني الاب كان عنده وتورث لبنته، فمش عايزين المشكله دي تتكرر في البنت الثانيه. او حاله زي ما حضرتك قلت هيموفيليا او سيكل سيل انيميا، دي انا ببقى حاطه ايدي بقى على المرض نفسه اللي موجود في العيله، مرض وراثي موجود في العيله عندهم، خلايا الدم المنجليه او الهيموفيليا او تكسير الدم او امراض الدم عامه. دي خلاص انا ببقى عارفه الاول، طبعا ببعتها لمعمل الوراثه، دي مش انا اللي بشخصها، دكتور الوراثه اللي بيشخصها عن طريق ان هو مثلا بيعمل لهم الكاريوتايب، وكان عامل للبنت المريضه اللي عندهم او الولد المريض او الولد الاولاني اللي عندهم، يعني عمل له تحليل كروموزومات وعرف ان هو عنده مشكله في الجين رقم كذا اللي مسؤول عن مرض تكسير الدم. خلاص دي بتبقى سهله جدا، بس بتبقى مكلفه طبعا، بنسحب لها دوره او دورتين، مش من اول مره، بس عشان بنجمع عدد كويس من الاجنه وبيبعتوا بقى، بنبعته يتحلل بره مصر، وبتجيلنا النتيجه او بيجيلنا الرد بعدها بشهرين مين الاجنه اللي حامله المرض ما نزرعهاش، وبعد كده بقى بنحضر بطنط رحم في سايكل تانية خالص ونزرع لها الاجنه السليمه. دول الثلاث طرق اللي بنعمل، يعني دول ثلاث انواع اللي بنعمل فيهم تحليل وراثي للاجنه، غير طبعا الطريقه بقى اللي اتكلمنا عنها قبل كده اللي هي في تحديد نوع الجنين، بعرف مين الولد ومين البنت. دقه هذا الفحص تصل الى هو في يعني ابحاث اتعملت في الفتره الاخرانيه قالت ان الخليه الواحده البلاستومير الواحده اللي انا باخدها من الجنين نسبه انها تمثل الجنين بالكامل بتوصل لحوالي 70%، لان في بعد كده قالوا ان ممكن الجنين نفسه وهو بينقسم، او يعني تكون الخليه دي مش بتعبر عن الانتير بتاع الامبريو او بداخل الامبريو او الجنين، او تكون بتعبر عنه كل حاجه، بس الجنين بعد كده لما يجي ينقسم بيصلح نفسه. يعني في يعني حتى الان في اسرار علميه، يعني لسه العلم ما توصلهاش لحد دلوقتي، في برضو نسبه خطا في الموضوع، يعني ممكن ان انا اجي اعمل العمليه بس الجنين بعد كده يصلح نفسه وما يظهرش فيه، بس هي بتبقى لصالحنا ما بتبقاش ضدنا. يعني ايه؟ يعني الاجنه اللي انا افتكرت انها كانت تعبانه دي وما رضيتش ازرعها تيجي بعد كده وتصلح نفسها، بس طبعا انا من البدايه خالص ما بقررش ان انا ازرعها، يعني مجرد انها هتيرو زايجوت او مجرد انها الجين بتاعها مريض خلاص انا ما بزرعهاش من البدايه خالص. لكن في بعد كده قالوا ان ممكن الجنين نفسه بيصلح نفسه بعد كده، وبتبقى الخلايا دي نسبتها قليله قوي، ما بتظهرش في كحاله مرضيه في الجنين، والجنين بيكمل بعد كده من غير اي مشاكل. السؤال اللي كل العائلات هيسألوه لك، لأنه سؤال يبدو منطقي لكن إجابتك هتبقى يعني ترد على هذه المزاعم والتخوفات بشكل أكيد حاسم، إنه إحنا بناخد عينة عشان نفحصها، ده ما يأثرش على الجنين؟ الواد بيطلعش ناقص إيد ناقص رجل؟ لا ضعيف؟ لا 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 خالص، عشان كده إحنا بنستنى للأجنة اللي هي بتوصل اليوم الخامس. لو أنا عملت الموضوع دوت في اليوم الثالث
ده بيضعف الجنين، عشان كده احنا بنعمله في اليوم الخامس. ده حقيقي فعلا فعلا لو عملته بدري، لو عملته في يعني احنا خلاص اللي احنا بنقوله دلوقتي او الحاجات اللي احنا بنعملها دلوقتي دي الحاجات اللي خلاص اقروا بيها ان هو ده الصح اللي اتعمل. يعني قبل كده كانوا بيقولوا طب نعملها في دي 3 او دي 4، لا ده ممكن يضعف الجنين، لكن طالما بنعملها في دي 5 لا الخليه اللي هناخدها من الجنين مش هتاثر عليه خالص. يعني الحركه بتاعت سحبه الجزء من الجنين دي فعلا لما نشوفها تحت الانيميشن تخوف تقلق يعني، لكن اذا تم في التوقيت المناسب ليس هناك اي مشكله على الاطلاق. هذه القصه سواء الفحص الوراثي او قبلها تحديد الجنس المولود، هل ساهمت في زيادة نسب نجاح الحقن المجهري؟ طبعا حالات كتير كانت عملت قبل كده حقن مجهري، وزي ما قلت حضرتك في البداية ان هي بتوصل ان يحصل حمل وكل حاجة وتفرح، وده مثلا بتوصل انها عملت 5-6 مرات وبتحمل في ال5-6 مرات بس بينزل بدري، مش عارفين بقى ايه المشكلة. لو عملنا لها الفحص الوراثي الجنين بنلاقي فعلا ان في نسبة عالية، وخصوصا اللي هم الستات اللي فوق ال40 سنة بنلاقي في نسبة عالية من الأجنة بتاعتهم فيها مشكلة في الكروموزومات. فأنا طبعا في الحقن المجهري العادي أنا بزرع الجنين من غير ما أحلل الكروموزومات بتاعته، فبقاش عارفة مين الجنين اللي سليم ومين الجنين اللي فيه مشكلة. فهنا دي ساعدتنا إن احنا نختار أو نزرع جنين سليم، فبالتالي طالما هو جنين سليم يبقى ما فيش مشكلة في الجينات بتاعته، هيقدر ينقسم ما فيش مشكلة. مش لأن احنا عارفين 75% من أسباب الإجهاض اللي هو بيحصل في أول 3 شهور بيبقى مشكلة جينية في ده عند أي زوجين، مش اللي بيعملوا حقن مجهري بس، يعني أي زوجين في الدنيا. وبتيجي مثلا أنا باخد الهيستوري منها تقول لي أنا عندي 3 أولاد ومسقطة مرتين، طب سقطتي المرتين دول إمتى؟ تقول لي في الأول خالص في أول شهر أو تاني شهر من الحمل. غالبا غالبا بنسبة 75% بيبقى مشكلة جينية، أي زوجين في الدنيا في نسبة من النسل بتاعهم في مشكلة وراثية. فدي من رحمة ربنا إن الجنين اللي عنده مشكلة وراثية ما بيقدرش يكمل فبيسقط بدري. فعلشان كده العيانة اللي هي فوق ال40 سنة وعملت كتير وبيسقط بدري في أول شهر أو تاني شهر من الحمل، أو مثلا بيتكون كيس فاضي وما بيظهرش جنين أصلا اللي هي بنسميها البلايتد أوفم، دي حلت لنا مشكلة كبيرة قوي عندها إن أنا بزرع لها الجنين السليم اللي هو قادر إن هو يكمل بعد كده من غير ما يسقط. إمتى تظهر النتائج؟ زيها برضو زي عملية الحقن المجهري، يعني بعد 15 يوم بعد عملية الزرع بتظهر نتيجة الحمل إيجابي، خلاص احنا مطمئنين الحمد لله ان احنا زرعين جنين سليم، غالبا الجنين ده بيكمل من غير مشاكل. وبنتابع بعد كده بقى بمتابعة الحمل العادية خالص، الأشعة الرباعية اللي بنعملها مرة في الأسبوع ال12 ومرة في الأسبوع مثلا ما بين ال22 ل28 في الفترة دي. ده طبعا برضو يعني خلاني ان انا ملجأش لحاجات كنا بنستعملها زمان، ان انا اخد مثلا عينة من السائل الأمنيوس اللي حوالين الجنين، دي الحالات بقى اللي فعلا كانت ممكن تسبب إجهاض أو ممكن تسبب إن خلاص حصل حمل أهو، بس أجي أنا بعد كده أضر الحمل ده بالعمليات اللي أنا كنت بعملها زمان، إن أنا أخد عينة من الجنين نفسه وهو في بدايته خلاص اتكون وحصل حمل وكل حاجة، أخد عينة وهو لسه في بدايته. طب ما هو ده ممكن يضعف الجنين فعلا، ممكن يسبب إجهاض وممكن يسبب عدوى. لو أنا برضو خدت في كان قبل كده بيعملوا اللي هي في الأسبوع 13 أو 14 يعني في الرابع باخد عينه من السائل الامنيوس اللي حوالين الجنين، وبتبقى طبعا كل خليه فيه حامله نفس الصفات الوراثيه اللي موجوده في الجنين، فده كان برضو بيعبر لي عن الجنين نفسه في مشكله ولا ما فيهوش، او لو انا عايزه ادور برضو على مرض وراثي. دي يعني الطرق التقليديه او اللي كانت بتتعمل زمان. فممكن يدخل طبعا عدوى حوالين الجنين، ممكن يسبب اجهاض للجنين، ممكن يسبب حتى لو الجنين كامل ممكن يسبب ولاده مبكره. فكان في مشاكل كتير في الموضوع، لكن دلوقتي طبعا انا بتطور العلم ده قدرت ان انا قبل ما ازرع الجنين خالص ما اعرضهاش بقى العمليات، ما اعرضهاش ان يحصل لها مشكله قيصريه تانية كلام من ده، خلاص انا من قبل ما ازرعه خالص يا اما ازرع جنين سليم يا اما ما ازرعش من البدايه خالص. النقطه لازم تبقى محطوطه في دماغنا كلنا في اثناء اجراء الحقن المجهري، الفحص الوراثي للجن له دور قيم جدا عشان يزود نسب نجاح الحقن المجهري، له دور قيم جدا ان احنا عايزين نستغل العلم افضل استغلال واجمل استغلال واشمل استغلال. ربنا سبحانه وتعالى وهبنا معلومات عن ان احنا نقدر نقول ان الجنين ده ما فيهوش امراض وراثيه مخيفه، دي نعمه يبقى لازم احنا نستغلها.
مش كفاية التلوث اللي احنا دخلناه على حياتنا فسبب هذه الأمراض المخيفة، ربنا ادينا طوق نجاة. قال لك اهو بصوا، رغم البلاوي اللي انتوا عاملينها في الحياة والكوارث اللي انتوا عاملينها في الحياة من تلوث بيئي، من حاجات مخالفات جبارة على مستوى الصناعات، فأدت إلى وجود أمراض مخيفة يعني ما كانتش موجودة زمان، بقت موجودة دلوقتي ومنتشرة. الحقن المجهري وفحص الورث الأجنة طوق نجاة عشان ننفد من هذا المزنق الخطير جدا اللي بيهدد الأجيال القادمة، وهي أمراض وراثية وأمراض شديدة التأثير على مستقبل البشرية. ضيفتي العزيزة القيمة العلمية المتميزة والاسم اللامع الدكتورة هبة ناصف، استشاري النساء والتوليد وتأخر الإنجاب الحقن المجهري، واستشاري الحقن المجهري وعلاج تأخر الإنجاب من جامعة برمنجهام، عضو الجمعية الأمريكية للتكاثر البشري وعلم الأجنة. نورتي وأبدعتي كعادتك في الناس الحلوة. شكرا، خليكوا دايما مع الناس الحلوة. الأوزان الضخمة اللي هي كسر 200 كيلو 300 كيلو بيكون عندهم مشاكل متعلقة بالتنفس، متعلقة بالتخدير، متعلقة بجدار البطن السميك، متعلقة بالخبرة الجراحية اللي انت يعني هتعمل عند تكميم ولا تعمل تحويل مسار. ازاي وصل يعني اكيد بيحكولك ازاي وصلت ازاي سرح بيهم الوزن 330؟ هو بيبقى طبعا بحكم اللي انا شفته عموما في السمنة المفرطة الاف الحالات، بيبقى الموضوع جيني وراسي بحت،